من كان يريد، اهو يريد الله اثبت لك اراده. ربنا قال اردنا واثبت لك ايه؟ ولكل اراده مريد ومراد، لكل اراده ايه؟ عجلنا له فيها الجنة. الجنة وهي كون من الأكوان، الجنة دي عبارة عن إيه؟ كون من الأكوان. الجنة مش هي ربنا، الجنة ليست هي الله، الجنة هي كون من الإيه؟ من الأكوان. يخلقه الله أينما كان وحيثما كانت كون من الأكوان. ومع أنها كون من الأكوان لا تحسب أنها كسبية. الجنة ليست كسبية على الإطلاق، لن تكتسب الجنة بأي عمل من أعمالك. الجنة محض وهب من الله. الجنة إيه؟ واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة وهي كون من الأكوان شيء وهبي، فكيف بحضرة الله؟ حضرة الله ليست كسبية. حضرة الله حضرة إيه؟ وهبية. وليس معنى ذلك أن تترك العبادة، ولكن اترك اعتبارها من قلبك. تعبد ولا تنظر إلى العبادة، وتعمل ولا تنظر إلى العمل، وتتعلم ولا تأخذ من العلم، وتتعرف، مش كده؟ لأن اعتبارها في القلب العبادة هي من على الله. إذا اعتبرت العبادة في قلبك فقد مننت على الله، ما تمنش على ربنا، مالكش دعوة مش بتعمل عشان تخش الجنة، لا انت بتعمل لله. بتعمل ايه؟ ربنا بقى يدخلك الجنة يدخلك دي حاجة بتاعته هو، انما انت مش بتعمل عشان الجنة، لا انت بتعمل لله. بتعمل ايه؟ فلا تلحظ اي كون من اكوان الله. اوعى تلحظ اي حاجة، لا تلحظ اي كون او اي اسم او اي صفة، بل انا انا. ربنا يقول لك كده، انا انا. اول ما تلحظ اسم ولا صفة ولا كون يبقى خرجت من ايه؟ من مشاهدة انا انا، أنت خارج المشاهدة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، مش كل اللي هو عاوزه، ما نشاء لمن نريد، مش لكله، من إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم إيه؟ مشكورا. ربنا هنا سبحانه وتعالى تكلم عن مريد الدنيا وتكلم عن مريد الآخرة، وجعل مريد الله سرا لا تعلم نفس ما أخفي لهم. فمريد الله ربنا ما يتكلمش عنه، ده حب بقى بيننا وبين بعض، إنما اللي هو بقى مريد الدنيا ومريد الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.